تعالوا مع بعض نشوف التقرير ونرجع مرة تانية لضيفنا في الاستوديو. أنا شايفة أن التغيير اللي حصل دلوقتي ده بسبب أن في السوشيال ميديا جزء، التربية، الأسرة، يعني في عوامل كتير ما نقدرش نقول حاجة واحدة. الأساس طبعاً هي البيت، كله بياخد أي معلومة عن طريق السوشيال ميديا، وللأسف ساعات بتبقى حاجات مغلوطة. ده غير طبعاً أن في غياب للقدوة، يعني بنشوف دلوقتي نماذج مش هي دي اللي المفروض يتعمل، نسلط الضوء عليها أو الإعلام يسلط الضوء عليها. المفروض نشوف نماذج تانية تبقى زي مثلا محمد صلاح، نشوف نماذج نحاول إن إحنا نشجع الولاد إنهم يبقوا يلعبوا رياضة، يعني نخلي دماغهم في حاجات تانية غير إن كل واحد يفضل ماسك التليفون وإحنا مش عارفين بيتفرجوا على إيه أو بيشوفوا إيه. القدوة ممكن يبقى مدرس في المدرسة، أبقى اتأثرت بيه، شايفة إن هو يعني حببني في المادة، ولقيت إن هو في حاجات كتير قوي يعني غيرت في شخصيتي. ممكن يبقى رياضي، لاعب كورة، برضو حقق حاجات زي ما قلت زي محمد صلاح، يبقى قدوة بالنسبة لي. ممكن يبقى عالم، يعني في قدوة ممكن تبقى في حياتنا كتير، بس المهم إن إحنا يعني نحط عيننا صح. أنا بربي ولادي، ما ينفعش أقول لهم ما تعملوش كذا ويلاقوني أنا بعمل، لازم هما بيشوفوا مش بس بيسمعوا، هما بيشوفوا أنا بتصرف إزاي وساعتها هيقلدوني. فممكن أبقى قدوة لولادي، أبقى أنا بلتزم بسلوكيات معينة، أنا مثلاً ما بكدبش، ما أقولوش ما تكدبش ويلاقيني أنا بكدب. سواء الأب أو الأم أو الأسرة ممكن تسبب مرض نفسي للطفل في حالة إن أنا مثلاً بقارنه بطفل تاني. لازم أبقى يعني مؤمنة إن كل واحد ليه ميزة مش موجودة في غيره، أو إن أنا ما خليهوش يعبر عن رأيه، أفرض عليه رأيي، ما تناقش معاه. كل الحاجات دي ممكن تخلي الطفل ضعيف الشخصية، أو إن أنا مثلاً أقل منه قدام الناس. مفيش داعي للمسلسلات اللي كلها عنف، مفيش داعي إن إحنا نطلع حد كان في السوشيال ميديا مثلاً بقى ترند وهو عامل أي كلام ونروح مستضيفينه في برامج. ما كل الحاجات دي بتخليهم يبقوا عندهم حالة ارتباك، هو ده النموذج اللي المفروض أبقى زيه ولا إيه؟ ما يبقوش فاهمين هو إيه اللي بيحصل. فإحنا المفروض نسلط الضوء على النماذج اللي فعلا تستحق إن إحنا نسلط الضوء عليها. المفروض إن إحنا ما نسيبش الولاد طول اليوم قاعدين على التليفونات والموبايلات، يعني والمفروض إن إحنا نتناقش معاهم، يعني شفتوا ايه بقى النهاردة؟ نحاول ان احنا مش كأني ام وبسأل عملت ايه، لأ، يعني كنوع من ان احنا يا ترى في حاجة النهاردة لفتت نظرك، ايه اللي اتفرجتوا على ايه النهاردة؟ شفت الفيديو ده؟ نقعد نتناقش ونحاول ان انا اوريهم ان مثلا اللي اتفرجوا عليه ده ما كانش صح، او مش هو ده حاجة ما تستاهلش ان احنا نقعد نتفرج عليها ونضيع وقتنا، يعني ونشوف بدائل. نبدأ نسأل على بعض، نرفع تليفون ونكلم بعض بدل ما طول النهار الشات، ننزل نقابل بعض، نحاول ان احنا العادات والتقاليد بتاعت زمان والزيارات، الحاجات دي بتخلي النفوس تبقى صافية اكتر. نحاول نقعد مع اولادنا ونسمعهم، نقرب منهم أكتر، مش كل واحد في أوضة وقافل عليه وعايش في العالم الافتراضي بتاعه. يعني نحاول إن احنا نرجع الحاجات اللي كانت موجودة زمان، والتجمعات اللي في البيوت، الحاجات دي كلها هتخلي بالتدريج شوية بشوية كده الدنيا ترجع أحسن كده من الأول.